انا بامن بالالينز. انا بامن بالالينز، بامن انه حينزلوا على لبنان. حاضر هوليوود، بعرف لازم ينزلوا بنيويورك، اوكي، بس انا بدهم ينزلوا هون لانه صرنا من التسعينات قطعت الكهرباء، عم نبعث لهم مورس كود يعني. Sir, we have a message from Earth. What does it say? الجودة شعارنا والرخص في أسعارنا. ليس لدينا فرع آخر. ما عندهم لا بدنا ننزل. بينزلوا. إن شاء الله ما يمرقوا بالشياح. معلم بتبيعها؟ بتبيعها؟ معلم بأرضها بتبيعها؟ مفتاح بمفتاحها بتبيعها هلا. بينزلوا أكيد ما في صفات. بيروحوا على باركينج شي بالحمرة، بينزلوا أكيد هن بينزلوا إنه أصبع عين أونتان لسامبلي ستة في لابوتي. بينزلوا بدنا مترجم أكيد، مريم نور تليفون واحد جوجل ترانسليت جاهز. بينزلوا عند الباركينج، من وين الشباب طاولين؟ نحن من كوكب كيو إكس فورد. يا خي لو من جوني صفة ورا الإكس فايف، صفها بوزة لقدام. اه هي مدورة، هي مدورة. خلي المفتاح بقلبها. عبد عبد مطار بلازما. ايه شو بدك؟ تعرف تسوق مطار بلازما؟ ابن اخته عنده واحدة على الريموت كنترول، شو قدها صعبة تسوقها يعني. وبينزلوا اكيد عندنا كثير اسئله نسالهم، بس ما حنسالهم انه شو نظامكم السياسي؟ شو العمله اللي بتستعملوها؟ شو رايكم بانجراف التربه بزحل؟ ما بعرف، ما بهم. حنسالهم ثلاث قصص: كيف تعملوا سكس؟ كيف بتقول خوض بالعنطين؟ هيك بتعمل هيك يعني. شو باسورد الواي فاي على المركبه؟ لانه سوشيال ميديا الينز. يلا جايز كلنا تشيز. ما عندكم تم شيلوا انتينك لكزيحوا انتينك لحتى اكستنشن. ما اسالك حنزلها حلوه. ما بنزلها ليه؟ قايله لاهلك انك على المريخ شرموطه. خلص بتنامي عندي، بتنامي عندي. طب حنزلها بشرفك. اجا كومنت: ماما نور ليه ما بتلبس جاكيت؟ اقولكن الالينز كاتبين شي على المركبه مثل سارحه والرب راعيها مثلا. نحن منحب نكتب هالقصص مثلا، انا بحب هالقصص. بيكتبون هول اصحاب البيعمات الوطوات وهالقصص، بيكتبوا انه لو نزار قباني سمع صوت هالبيام ان ينال حبك اخر هام. يعني نزار بكون قاعد اوكي. مولاتي عيناك حلم، انت اجمل. باباك السختك يا عبد، خمسه يا عبد. نزار خلق بالوقت الغلط. بس في منهم اللي بيعملوا انه اذا على القافيه ات ماست بي ترو، عدت اسد ولا نظره حسد. لا 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 لا، عدت اسد نظرة حسد. عدت اسد. على الاقل ما حدا بده بيتي. ظبط اولوياتك. في منهم اللي بيروحوا عند رومانتك سايد اكثر، انه مثلا بيكتب قالوا لي عم يبعثوا اقمار على الفضاء، عملي لي مست كول اذا بعدك على الارض. انه اصلا ما حيعلقوا الخطوط لما تدقلها، لانه منك مع شركه الاتصالات نمبر 1 ام تي سي تاتش ذا نمبر 1 بروفايدر ان لبنان. ام تي سي تاتش ذا نمبر 1 بروفايدر. يا خرا ما في الا انت والفا.
طيزي حط بيضاتي. اوكي عم بتشوفوا اسعارهم؟ حاشتري كارت حفه ويطلع لي جرب مره اخرى. انا ما فيك تربح. وكلهم ربحوا، كلهم نمبر 1 وكلهم ربحوا بالانتخابات وكلهم نجحوا 100% وكلهم اكثر مشاهده حسب ايبسوس وكلهم انتخب المنتج الاول حسب المستهلك اللبناني. مين عمل الانتخابات؟ السيسي؟ بشار الاسد؟ مين عملهم هون؟